نشارك خارجيا سواء بطولة عربية آسيوية، فكانت زحمة المشاركات تعمل تدوير بين اللاعبين. يمكن أنا اللاعب الوحيد أو خلني لأقل تدوير بينهم، دائما أشارك في كل المباريات ومتواجد. تأهل مع المنتخب الأولمبي طريقي، فيعني كاظمة أخذت وضعي وياه. يعني في بداياتي حاشتني إصابات، كان ممكن أيضا تأثر على مشواري، كسر في اليد، تمزق، يمكن هذا التمزق الوحيد اللي حاشني في مسيرتي في بدايتي. نعم. في أول تمرين مع المنتخب الأولمبي. كابتن خالد، إذن كان في عروض وسؤال من عدة أندية عن الكابتن خالد الفضلي والسر أكيد أن تألقك وتميزك مع نادي كاظمة. شلون تم الانتقال إلى نادي الكويت بالرغم من أن نادي كاظمة كان يعني متمسك في نجومه وما كان يعني قابل أنه يبيع أو يخرج أي لاعب؟ يعني هذا طلع يعني قرار خاص من إدارة نادي كاظمة والسبب خالد الفضلي. نعم. وسمي بقرار خالد الفضلي. نعم. في إدارة نادي كاظمة. يعني قدم العرض لي أثناء كأس الخليج في الكويت في 2003 أواخر 2003، وأنا انتقلت في بداية يناير 2004. اضطريت أني أتكلم مع كل أعضاء مجلس الإدارة، أخذ موافقتهم بالإجماع. قاعد تقنع كل واحد فيهم على حدة؟ كل واحد فيهم. نعم. لأن أنا في ذاك الوقت كان في صعود لحراس جدد مثل شاب كنكوني، كان بارز أيضا، كان حسين كنكوني قادم توه في مرحلة الشباب، ولكن كان موجود ويا شاب أيضا أحمد الفضلي أخوي، أيضا متواجدين في حراس، يعني في كوكبة من الحراس. في ذاك الوقت أصلا كنت أتقاسم المباريات مع شاب كنكوني، يعني المدربين كانوا يلعبوني مباراة وشاب مباراة، رغم أن فوارق الخبرة وفوارق العمر بيني وبين شهاب، يعني في لاعبين كثر يرفض أنه يقعد احتياط. صحيح. أنا لا، بالنسبة لي أنا خدمة النادي وخدمة المنتخب. كنت لازلت في أوج عطائك ومستوياتك. نعم. والعمر جدا مناسب وقادر على عطاء 5-10 سنوات زيادة. بالضبط. وأنا كنت في نهاية، يعني كنت أدرس ماجستير في القاهرة وكنت في آخر سنة لي. نعم. فكنت تكلمت مع النادي ان انا يعني رايح اني اكمل دكتوراه وبخلص الماجستير، خلوني انتقل، يعني الموضوع ماديا ما هو موضوع محرز او موضوع كبير، موضوع انتقالي جدا بسيط، يمكن من اقل اللاعبين القيمه الماديه في الانتقال. نعم. ولكن خلوني ادخل تحدي جديد، خلوا الجو يكون صحي في نادي كاظمة، يكون تنافس بيني وبين شاب مع فارق العمر يخلق جو غير صحي. نعم. على الفريق بشكل عام. للأمانة اقتنعوا الكل، اقتنعوا ان هذا الجانب نساعد فيه خالد كمكافأة لخالد، لان انا خدمت النادي 20 سنة. نعم. من 84 ل 2004، تتكلم عن 20 سنة ما بين مراحل سنية وفريق اول. نعم. وبعدين انا حققت كل شيء في نادي كاظمة، شنو اللي باقي ما حققته؟ نعم. فبالتالي اعطاء فرصة للغير، وايضا انا اخذ فرصتي بتحدي جديد، خصوصا ان انا باقي لي سنة سنتين بلعب وببطل، كان عمري 30 سنة. لكن يعني الصدمة كانت بالنسبة لي أنا استمريت وقدمت مستويات أفضل مع نادي الكويت من اللي كنت أقدمه مع نادي كاظمة في التسع مواسم اللي لعبتها مع الكويت. تحدي كبير كان بالنسبة لي، يعني في أول مباراة رسمية مع نادي الكويت. مع نادي الكويت. أنا نبي شلون تم الانتقال بعد ما قرعتهم كلهم؟ أيوة. شنو القانون اللي يسموه قانون خالد؟ إيش معنى يسموه قانون؟ ممنوع تحدث أي لاعب مع اي عضو مجلس الاداره. جد والله موجود في محضر اجتماع. نعم. منع تام لان اي لاعب يتحدث مع اي. نعم. يتواصل مع مدير الكره ولا مدير الفريق. انا علاقتي كانت ويا الكل زينه رغم. نعم. ان رفض العروض وكذا، ولكن علاقتي كانت مع الكل زينه. مع ذلك يعني الحمد لله قدرت اقنعهم وموافقه. وعلى فكره انتقالي فتح باب للاعبين كثر انتقلوا بعدي من نادي كاظمة. نعم. ذاك الوقت كان مستحيل تطلع بلاعب من نادي كاظمة. وأتوقع عدة أندية عندنا بالكويت عندها نفس هذا النهج، إن لاعبينهم ما يطلعون. يمكن كانت فترة الأمانة صعبة، يعني إذا اللاعب شفناه بنادي نشوفه ما نشوفه بنادي آخر، إلا أن هذا الشيء تغير في السنوات الأخيرة، يعني نشوف انتقالات متعددة. يعني وأشوف أن هذه العملية الصحية لكابتن خالد، يمكن توافقني أو تخالفني. هذا الاحتراف. نعم. هذا الاحتراف، أول خطوات الاحتراف حرية الانتقال، اللاعب يمتلك عقد بينه وبين النادي، يمتلك عقده يقدر يتحرك. بالضبط. اللاعب الزين يوقع سنة ما عنده مشكله، ما ابي سنتين ثلاث، لا ابي سنه، لان انا راعي على نفسي انه ممكن اضاعف قيمتي في الموسم. ما كان في عروض غير نادي الكويت دام ان انت كنت ناوي؟ هو الابرز نادي الكويت. لا يعني انا لعبت مع السالميه، طلعت اعاره لمباراه واحده ايام سيدني في 2000 في بطوله اسيويه، والحمد لله يعني تاهلنا في المباراه هذه. لعبت. انت كان لك ميول لاحد الانديه الكويتيه كابتن خالد؟
لا أنا في الطفولة تشجع نادي معين؟ شوف في الطفولة أنا كنت غتساوي. نعم. أحب الفيحيل، فيحيل يعني نادينا، نادي منطقتك، نادي الأهل، نادي الكل يعني يعني يعتبر نعيش فيه النادي. فبالنسبة لنا أيضا الفيحيل كنا يعني النهائي الوحيد، الكأس الوحيد في 86. نعم. أنا كنت مع رابطة الفيحيل بطل الصدر فيعني شيء أعتز فيه ترى على فكرة، وفي عندي صور وأحداث. نعم. فيعني كنت إذا صرت كويتاوي فيما بعد يعني. لا لا انت كاظمة، انتقلنا كاظمة قعدنا، لا خلاص. نعم. كاظمة صار الحب لكاظمة ولليوم احب كاظمة، ما اقدر اقول لك هذا بيتي الثاني. لما انتقلت الكويت لا شفت الاحترافية، شفت التقدير، شفت امور كثيرة للامانة كنت افتقدها. نعم. الا ما ندر يعني، عرفت. فبالتالي ايضا انا التيشيرت اللي البسه امثله بضمير يعني، بس ما عدا تيشيرت مانشستر لاني ما لبسته يعني. لا اقصد انا يعني من جانب تعودنا. هذه الاحترافيه تعودنا خالد، يعني انك لما تمثل شعار انك تعطي يعني كثر قدر المستطاع انك تعطي هذا النادي وهذا وهذا هذا عالم الاحترافيه يعني. على سبيل المثال احنا نشوف ثقافه الفوز. نعم. ابراهيموفيتش كل نادي لعب فيه تحس انه عاشق لهذا النادي ويحب هذا النادي ويعطي اكثر ما عنده، مع انه لاعب 17 نادي. تأسيس هذا التأسيس لما تتأسس على ان انت تمتلك ثقافة الفوز، انك دائما تبي تفوز، حتى في التقسيم لما تلبس السديري تبي تفوز، انتقل ويانا في كل حياتنا. صحيح. حتى في لعب كرة الطائرة ولا سلة ولا حتى في لعب الجندفة نفس الشيء ترى. صحيح. انتقلت ويانا. ما تحب تخسر، نتقبل خسارة، ولكن دائما عندك ثقافة الفوز، تبي تفوز تبي تفوز تبي تفوز. نعم. فبالتالي يعني أمور كثيرة، ولكن الانتقال كان بالنسبة لي يعني تحدي كبير في أول موسم. يعني أنا في أول مباراة رسمية لي لعبت يمكن ربع ساعة بس مع ضد، كانت ضد الصليبخات في كأس ويل عجل، قبل لا نسافر نلعب في بطولة عربية مع الاتحاد السعودي مع الكويت بعد. نعم. انتقالي ترى أنا انتقلت ما في عقد متوقع بين ناديين، وبيني كان في مسودة عقد موافقين عليها شفويا. تم الموافقه. نظير الانتقال. ما خفت انها تكون مغامره كابتن خالد هذه يعني؟ لا مغامره هي، وانا الامانه يعني قد اكون نجحت ولم انجح مع نادي الكويت. نادي الكويت طموحه تحقيق البطولات. نعم. لعبت ويا الكويت بنفس الموسم نهائي الدوري وخسرنا، لعبت مع الكويت في نفس الموسم نهائي كاس الامير وخسرنا، ويل عهد وخسرنا. ما وفقت ناهيك ان انا في اول مباراه رسميه لي مع الاتحاد السعودي في جده كنا فايزين 1-0، اصبت في الكتف. نعم. ما قدرت اكمل المباراه، طلعت من المباراه 1-0، كانت احتكاك مع الكابتن عبد الله الواكد وخسرنا المباراه. بعدها تبي تسجل موقف مع النادي، انا كنت اتمرن في ابر مخدره مش العب مباريات، لدرجه في بعض الاحيان ما احس في ايدي من كثر الابر المخدره اللي اخذها. فكملت الموسم، يعني انك توصل للمنافسه في الدوري ومنافسه في الامور هذه كلها تسجل موقف. نعم. ان انت ودك تسوي شيء ولكن ما الله كتب. وصلنا كل النهايات بس ما وفقنا. قال لي يكفي اللي سويت انك قاعد تضرب هالابر المخدره عشان تلعب وتمثل الفريق وتحاول، واحنا شارينك ونبيك تكمل. طيب شنو الاجراء؟ قال لي كان في نهايه الموسم شهر 5، قال ننتظر لتاريخ 15/6 15/7. ما وصلنا نظرا ل 15/7، انا قعدت اعالج نفسي في هذه الفتره. نعم. هني بالكويت. الكويت وفي لندن. نعم. الحمد لله يعني جهزت نفسي بشكل جيد للموسم اللي بعده. فعلا 15/7 تم التسليم، استلموا الكاظمة المبلغ. نعم. وتنافسي اقوى دوري يعني العربي كان ينافس لغايه المرحله قبل 4-5 مراحل قبل الدوري. نعم. وقد يكون هو غير مسار الدوري، فاز الغاتسيه في المرحله قبل الاخيره. نعم. السالمية ليل مرحلة 3 مراحل كان ينافس، كان فايز علينا 1-0، لو فايز علينا هو الثاني.